أطمن المواطنين إنه العملة متوفرة بالكميات الكافية، والبنوك بتاخد كل الكوتات المحتاجة لها من بنك السودان وبتبدل للمواطنين إن شاء الله. العملات الحاسة مطلوب استبدالها في الفترة دي هي الفئات الكبيرة، فئات الخمسين والعشرين والعشرة. الاستبدال حيكون تلغائي، الاستبدال حيكون تلغائي القديم بالجديد، وحيستمر لفترة كافية جدا أن الناس كلها تستبدل عملتها.